كتير هي مشاكل العظام، مشاكل العظام والعمود الفقري، وكتير بنحتار فيها ونبقى عارفين المشكلة جاية منين. هل المشكلة في الكتف ولا جاية من الرقبة؟ هل المشكلة من الدراع ولا جاية من الرقبة أساسا من الفقرات؟ هل المشكلة في مفصل الحوض ولا جاية من الفقرات القطنية؟ هل المشكلة في الرقبة ومأثرة على الجسم كله؟ حضرتك محتاج حد يسمع شكواك، يحللها، يرى الأشعاعات، يربط الحاجات دي كلها مع بعضها، يحط الخطة المناسبة للعلاج، وربنا سبحانه وتعالى هو الشافي سبحانه وتعالى. معاك دكتور محمود، خريج 1992، ماجستير 97، دكتوراه 2003، استاذ جراحة العظام 2015، استشاري أول جراحة العظام. اشتغلت في أماكن كتير، سافرت، كنت رئيس قسم العظام في مستشفى السعودي الألماني لفترة كبيرة، اشتغلت مع ناس كتير أصغر مني وأكبر مني، وخدت خبرات كتير، متابع كل الأحداث العلمية، كل المؤتمرات، كل ما هو جديد، خبرة في الطرق المختلفة للعلاج، العلاج التحفظي، العلاج الدوائي، الحقن، حقن المفاصل، حقن العمود الفقري، المناظير الجراحية والتشخيصية، المفاصل الصناعية، جراحات العمود الفقري، جراحات الغضروف، الغضروف القطني، الرقبة وتثبيت الفقرات. بشتغل في أماكن كتير ممكن تكون قريبة منك، شوف الأماكن بتاعتي ممكن تكون قريب منك قوي. ليا قناة على اليوتيوب فيها حاجات كتير جدا خاصة بمشاكل العظام، ممكن تتابعها، فيها معلومات قيمة بالنسبة لحضرتك. بسيب لك تليفوني تتواصل معايا، الواتساب ممكن تحط لي المشكلة بتاعتك ونتواصل مع بعض. العلاقة دايما ما بيننا انتراكتيف وتعاونية. يا رب يا شافي يا معافي، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.